طب خليني اسال حضرتك عن ردود الافعال. حضرتك كنت بتقولي الاخوه المغاربه مش مديني فرصه حتى ان انا اخرج وكلهم عايزين يتصوروا، ردود الافعال عامله ازاي وكيف ترى على الترمومتر بتاعك شعبيه النادي الاهلي من خلال تواجدك في هذا المحفل؟ عايز اقول لحضرتك النهارده في الفندق وفي الحفله قبل ما اعلنوا اسماء الفائزين، فكل ما حد يتعرف عليا كممثل للنادي الاهلي وعارفين النادي الاهلي بينافس على جائزه الافضل افريقيا، فكانوا يقولوا لي ومن غير الجائزه على فكره الاهلي الافضل افريقيا. صحيح. والله الاخوه المغاربه كان تعليقهم فعلا كده، يعني حاجه بدون اي تحيز ولا اي حاجه، يعني حاجه محترمه منهم، حاجه محترمه منهم كالعاده. بس الحمد لله ان النادي الاهلي الحمد لله بيجيد تمثيل مصر. صحيح. يعني ساعه كاس العالم النادي الاهلي على طول كان اول باول بيصدر حاجات، يعني كلمات تأييد للفريق المغربي وتشجيع ليه. بعد كارثه الزلزال اللي لحقت باخواننا المغاربه كنا على اتصال دايم بيهم، فان شاء الله دايما تستمر العلاقات كده مع كل الاشقاء. هل ترى في هذا التتويج خلال هذه الليله بشره خير ان شاء الله باذن الله والاهلي موجود للمشاركه في كاس العالم للانديه؟ هل نتطلع الى مكسب ومركز جديد يحققه النادي الاهلي ان شاء الله؟ زي ما بقول لحضرتك دايما الاهلي طموح، دايما الاهلي قدره هو تحدياته الكبيره، دايما جماهير النادي الاهلي العظيمه مجرد ما بتنتهي بطوله او غيرها بيبص للبطوله الثانيه. طموحنا طبعا ان احنا ان شاء الله يعني نفوز كاس العالم للانديه، وفي نفس الوقت لعيبه رجاله ان شاء الله ويعملوا اللي عليهم، والتوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. توصل بألف سلامه، انا ببارك لحضرتك. اتفضل اتفضل. يعني حاجه مشرفه لمصر 4 سنوات على التوالي النادي الاهلي يمثل افريقيا في كاس العالم للانديه. صحيح. حاجه بحد ذاتها يعني شرف الحمد لله. هتطلع على السعوديه ان شاء الله باذن الله، هتلحق بس النادي الاهلي؟ ان شاء الله يعني بعد يعني ان شاء الله راجع القاهره بكره، وان شاء الله الخميس بالليل اروح عشان اتفرج على الماتش ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الكابتن محمود الخطيب اتكلم مع حضرتك بعد التتويجات الكتير دي ولا ايه اللي حصل؟ قبل ما اسافر وبعد ما جيت، لانه كان عمال يتابع الترتيبات اللي موجوده. فالحمد لله طبعا سعيد الحمد لله بالنادي الاهلي وكل اللي بيحققه النادي. مبروك، الف مبروك، وكالعاده الاهلي مشرف. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ طارق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ طارق قنديل، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ممثل النادي الاهلي في هذه الاحتفاليه، ويتحدث بعد فوز النادي الاهلي بهذا اللقب وبهذه الالقاب.